تضم منطقة حائل التي تقع في شمال المملكة العربية السعودية أكبر وأثرى مواقع الفنون الصخرية في المملكة والمنطقة، وتقول اليونسكو إن النقوش تعود لنحو 10,000 سنة تقريبا. وتطور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسائل النقل ومنشآت الإقامة لجذب زائرين في إطار جهود المملكة الأوسع لتعزيز السياحة. موقع شويمس في جبلين راطة والمنجور تعدان يعني من المواقع وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، بما يحتويها الواجهات الصخرية من فنون صخرية ورسوم وأشكال آدمية وحيوانية بالحجم الطبيعي. هناك وفود من الزوار يأتون من الرياض والقصيم والعلا عن طريق برنامج سياحي، والحمد لله جميع مواقعنا الآن نعمل لتجهيزها و تأهيلها للزوار. الموقع لأهميته واتساع حجمه وندرة الوجود الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية انضم إلى قائمة التراث العالمي، في قائمة التراث العالمي في اليونسكو. الموقع هذا موقع راطة تنتشر فيه نقوش الوعول بكثرة، وعمرها الافتراضي تقريبا 6,000 سنة.